أعتقد يعني كانت الرؤية واضحة بالنسبة للسيد الرئيس ولا بالنسبة للإخوان كلهم للحاج من هنا ولا الإخوة الكاملين في الكتاب، كانت الرؤية واضحة على حسب ما وقع الموسم الماضي. أنا يعني كمدرب يعني وطني فأنا متتبع جميع الأقسام خصوصا الدوري الاحترافي الأول والثاني وحتى بعض يعني الفرق في القسم الوطني الثالث، يعني عندنا دراية باللاعبين، عندنا دراية يعني ما يقع والمستوى ديال اللاعبين. فبدينا المعسكر، يعني كانوا بعض اللاعبين اللي غادروا، يعني كان واحد اتفاق شامل وكل مع السيد الرئيس، وكنا كنناقشوا كل شيء مع بعضياتنا ومع الاخوان ديال الاداره، يعني كان كل شيء واضح، كاين تقارير، كاين مباريات مسجله، يعني كل شيء كان واضح طالعنا عليه من غير يعني الفكره اللي كانت عندنا مسبقه اللاعبين اللي خصهم يبقاو اللي ما خصهمش يبقاو. يعني وبدينا حتى في خدم معسكر، يعني قمنا بعد يعني على حسب، كاين لاعبين كيكونوا جيدين وكاين على حسب يعني الفلسفه ديال اللاعب ممكن ما يكونوش مناسبين، فيعني تخلينا على بعض اللاعبين اللي تنتمنى لهم يعني المسيره موفقه في النوادي اللي مشاو ليها. يعني كان واحد التوافق كبير، ما كانش شيء غريب، يعني اشياء واضحه، ارتئينا يعني باش نجيبوا اجود العناصر، لان فريق الكوكب المراكشي فهو فريق كبير بزاف، والمكانه ديالو ماشي هي القسم الوطني الثاني، وما يمكنلوش يبقى يعني باش نكونوا واضحين، ما يمكنش دابا نتخباو ورا شيء، ان كل شيء توفر لنا، يعني انا نهضر كمدرب كطاقم، كل شيء توفر باش نكونوا واضحين، ماشي انا نتخبى داك الشيء نتيجه الله والصعود ديال الله، حنا تنشتغلوا مع الاخوان كاملين، مع السيد الرئيس والاخوان المكتب، وان كل شيء توفر لنا، توفروا لنا اجود العناصر، توفر لنا معسكر، تدريب على مستوى، كل شيء كان موفر. الان يعني خصنا حنا نقاتل، يعني حتى هذه المساله ديال الخارج او داخل الديار ما عندناش فيها مشكل، تكلمنا فيها مع اللاعب ما عندناش مشكل، حنا بالنسبه لي انا تنتحمل مسؤوليتي من دابا ما عندناش مشكل، المهم هو اللاعبين ندخلوا نتقاتلوا نقاتل، هو الكلمه المهمه. يعني انا فريق فيه لاعبين جيدين، ولكن راه كلهم حتى في التمارين، الا جيتي طالع حتى في التمارين غتلقى بان كاين واحد القتال، كل شيء باغي بحال اللي قلتي باش ندخل الشق الثاني في السؤال ديالك، الدواء ديال اللاعبين ديال الجوده في كل عنصر، وهذا شيء مهم جدا وشيء صعب في نفس الوقت، ولكن المعيار الاول ديال اختيار اللاعبين باش نقولها بالعاميه راه ولاد الناس، باش يكون الجمهور يكون عارف اللاعبين اللي عنده يعني اول معيار ديال اختيار اللاعبين راه كان هو تكون ولد الناس. غتقول لي الكره بطبيعه الحال قلت لك جبنا اجود اللاعبين، ولكن ممكن تكون لاعب جيد، ولكن ممكن تكون عندك واحد السوابق ما غاديش تكون مع فريق الكوكب المغربي. اول معيار اللي اختاريناه هو يكون واحد يعني روح العائله، روح الاخوه بين اللاعبين، وتكون تنافسيه شريفه، واللي خدا شي مكان راه خصو يحافظ عليه. هذا راه هو نداء موجه للاعبين، يعني ما كاينش لاعب رسمي، خدنا العديد من المباريات الوديه، يعني راه حتى بعض المرات في التمارين اللي ما كانش اللاعب جيد ممكن يفقد المكانه ديالو بسرعه، وهذا هو الشيء الجميل، والشيء اللي يكون صعب شويه علينا في الاختيارات، لان يعني ممكن اللاعبين يكونوا جيدين وغتجلسهم في الاحتياط، ممكن ما يكونوش في اللائحه المستدعاه للمباراه، ولكن اللهم يكون عندك مشكل بحال هذا، ولا يكون عندك مشكل ما عندك ما تلعب، يعني باش ما نتخباوش شي حاجه. ولكن انا تنأكد لك بان في كره القدم وفي عالم راه كل شيء تيمشي بسرعه، راه نقول لك اخر انتداب شنو هو جبنا سليمان الدري واش مدافع، لولا اصابه العبديه ورضا بوغيمه كان ممكن صافي كنا اكتفينا، ولكن انت كتعرف كره القدم بسرعه كاين بطاقات، كاين لا قدر الله اصابات، يعني تنقول لاعبين كل شيء يبقى في المستوى ديالو، كل شيء يكون مركز، تنحاولوا نجهزهم، تنحاولوا دوك اللاعبين اللي ما يلعبوش مباراه نقلبوا لهم على مباراه وديه باش لما تجي الفرصه ديالك تكون جاهز، خذ المكان ديالك، مرحبا. خصو يكون واحد التنافس، الفريق ما بينش تنافس، انت كتشوف فرق عالميه، راه ما تقولش لي الفرق العالميه كلها والفرق الكبيره لا في يعني في المغرب، راه لا شفنا البارح فرق جيت الملكي بالتشكيله واللاعبين اللي دخلوا في الاحتياط، راه تبارك الله راه منتخب محلي، شكون اللي كانوا البارح في الاحتياط، شكون هما الاساسيين، شكون هما الاحتياط، ما عرفتهمش، كلهم تبارك الله مستوى عالي، اي يلعبوا في اي فريق في افريقيا ماشي في المغرب، دونك لذلك ففريق جيت الملكي مثلا متميز، لان عنده هذه التركيبه البشريه، حنا نتمناو من الله نتوفقوا ونمشيو في النتائج ايجابيه، وتبقى ذاك التنافسيه وتكون واحد الروح ايجابيه، وهذا هو اللي ركزنا عليه باش تكون روح ايجابيه ما بين اللاعبين كلهم، ويكون هذاك التنافس الشريف.